معانا على الهاتف الآن الكابتن مروان زمامة لاعب المنتخب المغربي الأسبق. كابتن مروان مشرف ومنور ومليون مبروك الفوز والأداء المشرف للمنتخب المغربي اليوم، فرح كل العرب. الله يبارك فيك كابتن رمزي، الله يخليك. الحمد لله، هذا فخر وشرف كبير لنا، هنيئا لنا بالتأهل هذا، هنيئا للعرب. الحمد لله، يعني صورة أكثر من جيدة. الحمد لله، ماشي بسهل انك تعطل المنتخب الكرواتي والمنتخب البلجيكي اللي كيتوفروا على لاعبين ذوي الخبره والتجربه. فالحمد لله، هنيئا لنا بهذه المباراه هذه، وكنتمنى ان شاء الله اننا نكملوا المشوار ان شاء الله بالتاهل للدور الموالي. فرقت كتير جدا النهارده خروج ياسين بونو قبل بدايه المباراه، وحسيت انه اللاعبين كلهم يد واحدة عشان يعوضوا غياب اسم كبير زي اسم ياسين بونو. شفت الحماس ده في وجه اللاعبين كلهم النهاردة؟ بالفعل، الحمد لله، قوة المنتخب المغربي الآن هي في الحلول العديدة التي توفر عليها الناخب الوطني. فالحمد لله، هنا الاحتراف كتبان الاحترافية الكبيرة ديال اللاعبين، لأن ما تأثروش بالحارس بونو. فالحمد لله، منير الحمدي كيتوفر على تجربة كبيرة، والحمد لله يعني قدم مباراة كبيرة، وهذه هي القوة ديال المنتخب الآن كنتوفروا على لاعبين، وكذلك اللاعبين اللي دخلوا في الشوط الثاني. فهذه هي القوة ديال المنتخب الوطني الآن، يعني حلول عديدة متوفرة لدى الناخب الوطني، واللي عملت الفرق في المباراة هذه. فكنتمنى إن شاء الله أننا نحافظوا على التوهج هذا، ونحققوا المنتخب ديال الجماهير المغربية والجماهير العربية، اللي هذه مدة طويلة ما تأهلناش في الدور الموالي. فكنتمنى إن شاء الله أننا نتأهلوا في كأس العالم هذا. عودة حكيم زياش للمنتخب المغربي أضفت قوة كبيرة لتشكيلة المنتخب المغربي، مظبوط؟ بالفعل، يعني زياش قدم مباراة كبيرة، وكذلك مزراوي رغم الإصابات، فالحمد لله اللاعبين استطاعوا أنهم يقدموا مباراة كبيرة أمام المنتخب البلجيكي اللي كيتوفر على لاعبين كبار. فماشي بالسهل انك تنضرب تكتيكيين لمده 90 دقيقه. فالحمد لله، يعني احترافيه كبيره، لاعبين كيمارسوا في نوادي كبرى، فالان بداوا كينجزوا. فالحمد لله، كنتمنى ان شاء الله التجربه ديالهم هذه تعطي الاكل ديالها في كاس العالم. صحيح. كابتن مروان زمامه لاعب المنتخب المغربي الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وتهانينا للفوز بالمنتخب المغربي.